الشيخ مهاجري زيان رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية سيتحدث لنا من واقع تجربته وخبرته عن الأخلاق إذا كانت متغيرة أو ثابتة باختلاف المجتمعات والحضارات، وهو معنا في هذه المداخلة من جنيف. الأخلاق في ديننا لها مكانة عظيمة. المتخلق بالأخلاق الحسنة هذا سيكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة يوم القيامة، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. هل الأخلاق هي من الثوابت أم من المتغيرات، تتغير بتغير الحضارات بتغير المجتمعات؟ عند بعض الحضارات التي تعتبر أن مصدر الأخلاق والقيم هو الإنسان، هو الذي اكتشفها، هو الذي تبناها، وهو الذي يدعو لها وينشرها، فإذا كان مصدرها الإنسان فعند من يرى بذلك فهذه الأخلاق تتغير بتغير الزمان والمكان والمجتمعات والحضارات. لكن بالنسبة من وجهة نظر دينية نحن المسلمين نرى أن الأخلاق من الثوابت، من آدم عليه السلام وعلم آدم الأسماء كلها فهي من الثوابت. عندما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة، رسالته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، جاء بهذه الرسالة وذكر لنا أنه لم يأتي بهذه الرسالة لينشئ أخلاق ويؤسس أخلاق جديدة، بل وجد في المجتمع البشري وجد أخلاق، هذه الأخلاق حميدة فتبناها ودعمها ودعا إليها ونشرها. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الإسلام يلتقي مع غيره في بعض الأخلاق المشتركة، بعض القيم المشتركة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته نجد أنه في حلف الفضول، هذا قبل الرسالة، النبي صلى الله عليه وسلم انخرط في هذا الحلف، وهذا الحلف هدفه هو نصرة المظلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرسالة: لو دعيت إليه لأجبت. فهذا المبدأ أو هذه القيمة، هذا الخلق، ونصرة الدفاع عن المظلوم، الدفاع عن حقوق الإنسان، النبي عليه الصلاة والسلام تبناه ودعا إليه وشارك فيه قبل الرسالة، وقال: إن وجدت مبادرة تخدم الإنسانية فسأدعمها وأشارك في إنجاحها. هذا هو التوجيه النبوي. أرجع إلى موضوع هل الأخلاق من الثوابت. بالنسبة إلينا هي من الثوابت، ولا تتأثر، حتى وإن فسدت في بعض الفترات، يعني تظهر مظاهر الفساد في مجتمع ما، فهذا ليس مبرر يدعونا إلى أن تسوء أخلاقنا. فالأخلاق عندنا هي من الثوابت وليس من المتغيرات، لا تتغير بتغير الزمان والمكان والظروف والمؤثرات الأخرى.